حابين النهاردة نرحب بأتسابونا بشوي كامل، كاهن كنيسة القديس ماري جرجس والقديسة ديميانا بأوتريخت في المركز الإعلامي لإبرشية هولندا القبطية الأرثوذكسية. أهلا يا أتسابونا. أهلا بيكم ومنورين المكان، وتعيشوا وتخدموا، ربنا يعوضكم على تعبكم وخدمتكم ووقتكم. ربنا يخليك يا أتسابونا. في الأول حابين نقول لقدسك كل سنة وقدسك طيب بمناسبة 25 سنة كهنوت. وأنتم طيبين، ربنا يخليكم. وفي الوقت ده ابونا حابين نتعرف على قدس ابونا بشوي كامل اكتر، وحابين نسال في البدايه قدس ابونا عن المنشا او مكان المنشا. المنشا بتاعي كان طنطا، اتولدت في سبتمبر سنه 1961، ونقلت مع الاسره لمدينه منوف، حيث قضيت فتره طفولة يمكن كلها في البلد دي، في كنيسة ماري جرجس، وطبعا يعني ليه علاقة مع قديس ماري جرجس، طبعا يعني شفيع قوي وقديس عظيم، وكان بيخدم الكنيسة دي ربنا ينايح نفسه أبونا أنطونيوس إبراهيم، كان أب وقور وأب بمعنى الكلمة، وكان تربطني بيه علاقة قوية جدا وحب انتماء، كنت اعتبره زي ابويا الثاني فعلا، يعني ربنا ينيح نفسه يعني لحد اخر حياته واحنا كنا مرتبطين بيه. وبعدين نقلنا بعد كده لمكاننا الاصلي في طنطا، وقضيت فيها فتره، انا خرجت من كليه تجاره طنطا. هو ده السؤال كنت لسه هساله ابونا، كنت حابه اعرف اسم قدسك العلماني والدراسه والعمل وتسابونا. أنا اسمي العلماني كان اسمي موريس كامل عبده تدرس، ده الاسم العلماني بتاعي، واتخرجت من كلية تجارة ودخلت الجيش السلاح البحرية، قضيت الجيش بتاعي في مرسى مطروح، اسكندرية الأول وبعدين مرسى مطروح. كان الضابط يعني ربنا بيدي نعمة للإنسان أكيد. في كل مكان صحيح. كان يديني يقول لهم يوم الجمعة ده لفلان يطلع فيه يصلي زي ما أنتوا بتصلوا، وكنت فعلا أخذ يوم الجمعة ده زي أجازة كده، أطلع من الخدمة بتاعتي أو المكان بتاع اللي قاعد فيه مع زملائي، وأروح أقضي اليوم ده هوت في الكنيسة. كان بيصلي القداس دايما أبونا أنجيلوس، كان هو بس موجود وربنا ينيح نفسه يعني، وفي بعض الأحيان كان يبقى يجي في آخر اليوم يعمل زي صلاة، كل يوم صلاة نص الليل، وكان يمر علينا في الكنيسة وإحنا واقفين كل واحد يقول مزمور، كل اللي في الكنيسة كل واحد يقول مزمور مزمور، فكانت بتأثر فيا الصلاة والحياة الروحية الجميلة ديت، رغم إن أنا كنت يعني في بعيد يعني شوية، إلا إن كنت يعني حاسس إن أنا في كنيستي وفي جو روحي بمارس عبادتي تؤوس الكنيسة وكنيستي، فكانت جميلة جدا يعني. وبعد ما خلصت الجيش يعني قعدت فترة في الكنيسة أخدم فيها، كنا نقلنا بقى من المكان لمكان، فما روحنا طنطا بقيت أخدم في كنيسة، دخلت يعني فات بينا أن الأول في الكنيسة الأولانية وأنا في سن ابتدائي، أن أنا خدمت يمكن من سنة أولى إعدادي، وكان أول فصل أمسكه كان سنة خمسة ابتدائي، وكان اسم الفصل الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. أفتكر يعني طبعا كان البدايات دي بتبقى حاجة ما تتنسيش أبدا طبعا، ويعني خدمت أكتر من خدمة في الكنيسة، واترشمت شماس على إيد المتنيح الأنبا ديوسكوروس، أسقف المنوفية المتنيح اللي كان قبل الأنبا بنيامين، وكان أول حاجة كان بيرشم على طول أوغنوستوس أول ما اترشمت يعني. وبعد ما خدمت فترة وتدرجت في سنوات الخدمة يعني وثانوي وكده، أما رجعت تاني لطنطا يعني، رحنا كنيسة الملاك وتعرفت على أبونا سوريال، ربنا ينيح نفسه أبونا سوريال عبده، كان يعني كاهن بمعنى الكلمة في الحق وفي الخدمة وفي الرعاية وفي الحب
وفي تنسيق الدروس مدارس الأحد، ويعني كان إنسان اتعلمنا منه كتير كتير خالص، يعني أنا وبرضو مجموعة زملائي اللي كانوا في سني، والحمد لله منهم كتير دلوقتي رهبان، ومنهم كتير في أستراليا واللي في كندا واللي في طنطا، وهم يعني ناس أفاضل وكانوا حلوين خالص خالص. والمهم يعني هل لسه على الله علاقة ببعض يا بنا؟ طبعا 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 يعني مستمر علاقة علاقة وطيدة الصداقة؟ جدا، وعارفين بعضينا، وكنا في مرحلة الخدمة ديت كنا الكنيسة ديت هي حياتنا، يعني صحيح كلنا يعني كنا في سن واحد، وكانت يعني في اختلاف الدراسات، يعني كان منهم اللي في هندسة ومنهم اللي في تجارة ومنهم اللي في كليات أخرى يعني، ولكن السن كان بيربطنا والخدمة كانت بتربطنا. كان كل أسبوع لازم نلف على عدد من الأولاد، خاصة اللي ما جوش الأسبوع اللي قبليه، أو الأولاد الأشقية شوية، عشان ناخد إيه، ناخد عليهم نصدقهم وكده، وما يجوا ما يتعبوناش شوية في الفصل صحيح وما قعدت يعني. صحيح. وتنقلت بقى طبعا في يعني الخدمة من ابتدائي الإعدادي لثانوي الابتدائي كده يعني كذا سنة. المهم يعني كانت فترة حلوة خالص. بالإضافة كده في الكنيسة برضو مسكت برضو عدة خدمات أخرى، زي برضو المكتبة، مكتبة بيع الكتب والهدايا مع بعض الإخوة، وفي مكتبة برضو كانت لسه طالعة موضوع بقى شرائط الفيديو والفيديو والحاجات دي، برضو أسسنا مكتبة كويسة خالص. وبالإضافة للنادي والأنشطة اللي كانت في الكنيسة بتقوم بيها، زي نهضة الكنيسة في عيد الملاك، كان ممكن يقعدوا بال12 يوم نهضة كنيسة، احنا كنا نقيم إقامة كاملة في الفترة ديت، شبه الكشافة كده يا شباب ابونا. كله قاعدين في كل ما تحتاجه الكنيسة، واحنا كان عددنا باسم الصليب كتير فوق 10 أفراد أو 15 حد، يعني كنا شباب، وكان الآباء يعني بيرتاحوا وبيعتمدوا علينا في حاجات كتيرة. وبرضو أسند إليا برضو في كانت في كنيسة الملاك، ربنا ينيح نفسه، أبونا صليب كوبيش كان ماسك الإدارة يعني، أسند إليا في وقت من الأوقات بيت الطلبة المغتربين، وأنا كنت لسه طالب وكنت زميلهم وكنت بقى في الكلية، ولكن كنت برضو ماسك الإشراف على البيت، وكان ليا مكان حجرة مخصصة ليا إن أنا بقيم معهم في الكنيسة يعني. وبعدين برضو أبونا كانت في كنيسة لسه يعني إيه بتنشأ كده وصغيرة وليها وضع معين، فأخذني إن أنا أخدم فيها برضو في المكتبة هناك وبعض مدارس الخدمات. أحد وكده، أبونا صليب، وهي كانت جنب كنيسة الملاك، وهي كانت كنيسة أبو سيفين والأمير تدرس، وكانت يعني بسيطة ويعني صغيرة كده، ولكن يعني كانت بتنشأ لظروف معينة دي آخر خدمة قدسك خدمتها قبل الرسامة؟ قبل الرسامة. واستمريت على كده بعد ما طلعت الجيش، قعدت في الكنيسة ماليش شغل ولا شاغل غير الكنيسة، كل صغيرة وكبيرة كل حاجة في الكنيسة، كنت ماشي مع الآباء ومع كل اللي بيديروا الكنيسة يعني. فبعد كده يعني اتقابلت في مبنى الكرازة اللي كان ورا أسقفية الخدمات بالذات، يعني كنا تقريبا بنشوف كتب لقداسة البابا شنودة وكده، فاتقابلت مع صديق ليا من زمان خالص، من يعني ايام ابتدائي وكده، وقال لي انت يعني فين وفين، وابتدينا نسترجع ايام الكويسه اللي بتاعت زمان. وبعدين بيقول لي هو انت دلوقتي ايه بتشتغل ايه؟ قلت له يعني الحقيقه انا يعني قاعد في الكنيسه دلوقتي باخد فتره كده يعني، وهو الشغل كتير وكده يعني. قال لي طيب هي في فرصه عندنا في الأسقفية إن إحنا ممكن مكان فاضي لو تحب يعني تيجي تشوفه كده يعني. إن قدسك تخدم في أسقفية الخدمات؟ أوكي. فطبعا أنا عندي كان بداية مرحلة تانية،
انا الفكره خدتني يعني ان دي اسقفه خدمات، وانا يعني برتاح قوي في الكنيسه وكده. فقلت له طب يعني انا افكر. طب قال لي اه ده يعني ده حاجه كويسه قوي، واسقفه الخدمات ليها فرع في مدينه نصر، مكان اسمه مركز ماري مرقس للغات. والمكان ده كان عندنا يعني في مكان فاضي فيه دلوقتي، ولو تحب يعني تبقى تيجي في وتخدم المكان هناك. ده. فالمهم يعني قلت له طب انا اشوف افكر كده وارد عليك وبتاع، خدت تليفونه وبتاع. وبعدين بعد سالت ابونا سوريال ماسك الخدمه، وكان علاقتي بيه قويه وكده. كان اب اعترافك يا تسبونا؟ لا كان ابو اعترافي حد تاني، بس هو كان مباشر للخدمه مرشدك الروحي. معايا. ويعني وكان يعني وما فيش مانع تشوف كده ايه الوضع وكده وبتاع. خلاص نشوف. فالمهم يعني اتصلت قلت له طيب ممكن تحدد لي ميعاد واجي اشوف يعني البتاع. فحدد ميعاد، اداني العنوان وقال لي خلاص انا هكلم المديره بتاعه المركز، والمديره دي ربنا يديها الصحه مدام فريده فؤاد، وانا اعتز بيها جدا، وهي يعني ام فاضله وانسانه كويسه، وتربطني بيها علاقه حب وصداقه قويه. يعني ما زالت مديرة ما المركز؟ لا هي كانت لظروف ما سابت المركز، انا هاجي في الكلام يعني، انما يعني تعلمت منها يعني كانت دقيقة جدا وتحب النظافة جدا والترتيب والنظام منظمة. وكده. والمهم يعني رحت اتقابلت مع مدام فريدة في يوم، ويعني قالت لي طيب نشوف نجرب كده وتمسك. فمسكت أول خدمة في سقوط خدمات مركز ماري مرقص كمعاون للمركز، عاون في الأمور الإدارية. المركز ده كان ليه أنشطة متعددة، نشاط في تعليم الكورسات الإنجليش، وبعد كده جه فرنساوي، وبعد كده جه شوية ألماني. والمركز ده برضو كان فيه نشاط آخر لاستضافة الأفواج من الكنائس كمؤتمرات، نقضوا فيها أيام روحية، يجي الكنيسه تقعد يوم يومين. ما كانتش البيوت بتاعه المؤتمرات كترت زي بالظبط. الايام ديت، ودي كانت حاجه يعني ايه حاجه نادره شويه في اسقفيه الخدمات، وكانت مكان نظيف وجميل ومنسق ومنظم. فكان معظم الكنائس بتاعه القاهره وخارج القاهره كان بيجي لنا، بس يعني كان بيجي لنا كتير جدا. افتكر كان برضو في المركز ده كان نيافه الانبا سرابيون بيقوم ببرامج للاسقفيه متعدده، هيك برامج ديت يعني يقول التنمية الريفية، يعني يقول مثلا التوعية الصحية، يقول برنامج الأسرة، يعني حاجات كثيرة، الإدمان. وكان سيدنا ينتدب يعني ناس من الصعيد من بلاد كثيرة يجوا يقعدوا في المكان ده بالثلاث شهور، وإحنا كنا نبقى متكفلين بإقامتهم إقامة كاملة. ده للكورسات للناس اللي هم زي التوعية الصحية مثلا، للكورسات يجيبهم يدونهم الكورس ده ويروح يشغلهم تبع الأسقفية في البلاد بتاعتهم، اللي خدوه يدرسوه يعلموه. ويعلموه، وتتصرف لهم مكافآت من الأسقفية يعني في كل بقى فرع من الفروع، تنمية ريفية، محو أمية، يعني كانت العملية توعية مختلفة مختلفة ومجالات كتيرة جدا. الحاجات الحرفية زي السباكة والنجارة يعني كان أقسام كتيرة. فإحنا كنا على طول مش بنلاحق يخلص كورس في فرع معين نبتدي يبدأ كورس كورس تاني. تاني. فإحنا كنا بنقوم بالإقامة الكاملة، أكل وشرب وتفسيح الناس، ناخدهم للأديرة والأماكن اللي في القاهرة وخارج القاهرة. فكانت دي طبعا مجال واسع للخبرة اللي أنا خدتها من أبائي ومن الناس اللي اتلامست معاهم بروح الخدمة، يعني دي كانت حاجة جميلة جدا. المهم يعني بعد فترة تقريبا سنة 90 أو 91 مش فاكر بالظبط، جت مدام فريدة اللي كانت ماسكة
المكان يعني المدير يعني زي ما يكون حصل لها ظروف او كده يعني، واستأذن سيدنا انها يعني تترك الخدمه يعني لفتره، فسيدنا عيني مكانها مدير للمركز، استمريت لحد الرسامه في مدير الوظيفه مركز دي او الخدمات. المكان، مدير مركز ماري مرقص بتاع ده للغات والمؤتمرات. وانا كان ليا شق ان انا مسجل تبع التربيه والتعليم ان انا مدير المركز، وكان ليا الشق الخدمي الثاني ان انا خادم في الاسقفيه لاخر لحظه يعني، لحد بقى جيتك بقى ان جت موضوع الرسامه ديت. حابين نعرف جت ازاي بالظبط يا بون. هي طبعا يعني مين زكى قدسك؟ هل اب هو اعترافك؟ يعني الاباء اللي كانوا يعرفوني قبل كده، كنت بخدم معاهم ابونا صليب كوبيش، وكان في الكنيسه اللي هي اللي انا قلت عليها الاول اللي كانت صغيره دي، ابتدت تكبر شويه وكده، وابتدى يحتوي لها كاهن تاني يعني. فعلى قد ما سمعت يعني ان رشح لمكان يعني الخدمه في الكنيسه دي بعض الناس، وبعدين ذكروا لسيدنا الأنبا بولا اسمي، هو كان يعني كان يعني عرفني، كنت أعرف سيدنا، يعني وكان كنيسة صغيرة. من مدينة نصر، وكنت أعرفه وأنا في أسقفة الخدمات. فما ذكر الاسم بتاعي معاه قال له ممكن ده ممكن يعني ينفع يعني، إن ممكن يجي قابلني لو يحب وكده. فأنا طبعا في المركز كان بيجي لي من حين لآخر ابونا صليب ويبيت ليله، عنده مشوار بتاعي يقعد معايا بتاع. فالمهم جه في اليوم ده وكالعاده قعد معاه شويه كده، وبعدين قال لي انا بقى جاي لك المره دي بحاجه تانية وخبر جديد وبتاع. خير يا ابونا في ايه؟ قال أخبار لي جديدة. اخبار جديده. خير يا ابونا في ايه؟ قال لي انا دلوقتي انت عارف كنيسه ابو سيفين كنت بتخدم فيها وكده، وفيها أبونا كيرولوس، ويعني عايزين حد يخدم معاه في الكنيسة وكده يعني. فالموضوع كان بالنسبة لي يعني بعيد قوي، إن أنا يعني يعني ما كنتش بفكر في الموضوع ده خالص خالص يعني. ايه كان شعورك يا ابونا بالظبط؟ يعني زي ما كنت ضحكت داخل نفسي كده يعني، لا انا مش يعني الموضوع ده سبته من زمان، وانا كنا صغيرين نفكر ان احنا نبقى رهبان ولا نبقى كهنه، لقيت الموضوع يعني حاجه فيها مسؤوليه، وانا كان عندي حق في الفكر اللي انا مفكره، ودي مسؤوليه كبيره طبعا. وكده، ودي حاجه ما نستاهلهاش يعني، دي حاجه فالمهم يعني قلت له ابونا ده حاجه صعب ويعني مش هينفع وبتاع. قال لي بس اسكت بس وروح اسأل يعني سميرة تاسوني. احنا كنا متجوزين يا دوبك في نفس السنة، سنة 97 كنا متجوزين في يناير، ويعني ولسه الحياة يعني جديدة لسه معانا بتبدأوا. وكده يعني. قال لي بس اقول لك يا ابونا، قال لي فيش مشكله ديك فوستينا برضو يعني وكده يعني، ليه لا وفكر، ويعني ما ابونا كرولوس مرحب وكده، والخدام اللي في الكنيسه عارفين. فالحقيقه كانت يعني يعني موقف برضو يعني احتاج مني التفكير أكيد وبرجله طبعا. كده حصلت يعني. وبعدين ما سالت برضو يعني سميره بعد كده، قالت لي يعني ازاي وكده وبتاع، وابتدينا نحتار شويه، وابتديت خدت بعضي وبقيت اسال بعض الاساقفه اللي واخد عليهم شويه او اللي حوالينا، زي نيافه الانبا موسى كانت تربطنا بيه علاقة حب كبيرة قوي وبوه منه وكده. رحت له المقر بتاعه وقعدت معاه، فقال لي ده جميل وكويس وتختم وكده يعني. فشجعني الأنبا موسى قوي، وبرده سألت نيافة الأنبا سرابيون برضو يعني شجعني وقال لي دي حاجة دم ربنا دعيك وكده، ودي حاجة جاية طبيعية كويس، صلي وزكاة من ربنا هتمشي والأمور كلها هتبقى كويسة وكده يعني. وبعض الآباء الأساقفة طبعا كانوا موجودين،
المهم يعني لقينا نفسنا يعني طبعا لازم بنقابل نيافة الأمبابولا، وقابلنا نيافة الأمبابولا وأنا وسميرة عملنا ميعاد وقابلنا واتكلم معانا، ويعني كان قال طيب لو الأمور كده يعني تبتدي تعمل استقالة، الاستقالة تتقدم لقداسة البابا يعني، وتبتدي يعني نعمل الرسامة على يوم 13. يعني قدسك استقلت من أسقفية الخدمات وبديت تقدم الاستقالة دي عشان تبدأ تدخل في مرحلة جديدة وهي مرحلة الكهنوت. فناريا قداسة البابا حتى كان مسافر بره، وكان في الفترة ديت نيافة الأنبا يؤنس هو اللي بيشرف على أسقفية الخدمات وكده. فالمهم يعني قلت له كده، قال لي ده قداسة البابا بره بتاع، فأنبا بولا دخل وتقريبا كلموه ان انا مدعو للكهنوت وكده يعني اني استاذن سيدنا، وقدمت استقاله للاستاذ عادل رفائيل بما انه الممثل القانوني من جهه الجهه الاداريه بقى للتربيه والتعليم يعني. قدمت استقاله وقبلت الرسامه، وابتدينا نخش بقى في مرحله الرسامه. يعني نقدر نقول ان اسقفيه الخدمات كانت خدمات وكمان كان شغل وتصبونا قبل الرسامة. الاثنين مع بعض يوم. خدمت فين يا وتصبونا بعد الرسامة؟ ما هو بقى بعد ما خلصت الأسقفية الخدمات كان أول كنيسة اللي هو اللي اترسمت عليها كنيسة أبو سيفين والأمير طرزوس بطنطا. واترسمت في 3 أكتوبر سنة 97. وبعديها سيدنا قال لي تحب تروح لفترة الأربعين يوم بعد كانوا ديفيني مكان، قلت له شوفوا يا سيدنا، قال لي باب برموس، قلت له شوفوا أي مكان يعني، فبعتني قضيت الأربعين يوم في البرموس. في البرموس استلمني أبونا تدرس ربنا ينيح نفسه، قعد معايا فترة وكمل معايا نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، كمل معايا لحد تسليم القداس أو القداس تسليم الذبيحة. وحضر طبعا أبونا تدوس برضو بعد تسليم الذبيحة وكده يعني. وفي الدير يعني كان لي علاقة مع أباء يعني أفاضل، تعلمت منهم حاجات كثيرة جدا، ومنهم الأساقفة وكده اللي موجودين حاليا في بعض منهم، وبعض منهم ما زالوا بيخدموا في أماكن في خارج مصر يعني. وبعدين رجعت على الكنيسة أبو سيفين أمير تدرس، خدمت مع أبونا كيرولوس، وقد أسند لي نيافة الأنبا بولا عدة خدمات أخرى في البرشية بالإضافة لخدمتي في الكنيسة. فكنت ماسك مسؤول عن التشغيل الناس اللي مش لاقيين عمل. كان اداني جواب خدمة توظيف. توظيف اداني جواب رحت بيه الاماكن والمصانع والشركات الجديده من قبل نيافة الأنبا بولا. قلت لهم يعني اذا كان في اعمال عندكم ممكن يعني ان تتواصلوا معانا، وفعلا في ناس كتيره كنا بنوظفهم في الاماكن دي. وبالإضافة لكده برضو خدمة تانية في الأسقفية، كان لينا مكتب يعني، لينا مجموعة فيها بس كنت ماسكه مجموعة مشروعات صغيرة للناس الشباب الجديد، الشباب أو أصحاب البيوت اللي ما عندهمش عمل. فكانوا يجوا يتعمل لهم مشروع صغير، يتعمل لهم مشروع صغير، يجوا يقدموا طلب ونشوف كده نقدر نعمل لهم مشروع صغير على قدهم ونموله من الأسقفية ونبشره. وكان بيقوم على الخدمة دي مجموعة من الناس الأفاضل برضو بيساعدونا، بس أنا كنت ماسك اللجنة دي يعني لحد ما اتنقلت بقى وجيت يعني موضوع السفر يعني. هذه كله كنت ماسك التوظيف والمشروعات الصغيرة في الإبرشية مع سيدنا يعني، سيدنا كان بيشرف ويوجه ويدينا إرشاداته يعني. وفي الكنيسة
يعني كنت برضو سيدنا مسكني المجلس بتاع الكنيسة والحاجات الإدارية، والإضافة كان في لي برضو خدمة أخرى كان بيقوم بيها مجموعة من المتطوعين في الأوبرشية، اللي هي خدمة المرضى والفقراء. مجموعة كده تطلع نروح المستشفيات نسأل، نقول المستشفى في مين تعبان، بغض النظر منين كنيسة ولا منين وضع ولا أي حاجة، نزوره ونشوف احتياجاته من المأكولات من الأدوية من الكده. ازاي وتصابونا جت قصة ذهابك لهولندا، او ازاي جت القصة ان قدسك تيجي هولندا، وقدسك استقبلت ده ازاي؟ هو كان في يوم من الأيام وأنا جاي أحضر الاجتماع بتاع سيدنا الأسبوعي، كان سيدنا جاي من الخارج لسه قبليها فترة سيدنا بسيطة، البابا. سيدنا أمبا بولا. سيدنا أبا بولا. فنادالي قال لي تعالى، فدخلت مع الهيكل. قال لي أنا جاي يعني الرحلة دي مع قداسة البابا شنودة، وفي أثناء الرحلة يعني لقيت إن يعني قداسة البابا طالب مني 2 كهنة للخدمة في المهجر خارج مصر يعني، وأنا شايف إنك تكون واحد من الاتنين دول. فخضيت طبعا، وكلام ما كانش يعني طبعا ما كنتش بفكر فيه أبدا يعني وكده. فقلت له أنا سيدنا يعني بختم ومرتاح وكده. قال لي لا يعني دي تبقى كويسه، وعندي مكانين، عندي في مكان في امريكا اسمه سياتل، وفي هولندا في اوروبا. قلت له يا سيدنا انا طبعا ما روحتش لا هنا ولا هنا ولا اعرف حاجه وكده. قال لي لا خلاص انت ممكن يعني لو كده ممكن تروح اوروبا هولندا، هناك ابونا ارسانوس البراموسي راجل طيب وكويس قوي، ويعني محتاج الناس للخدمه يعني. قلت له مش عارف يا سيدنا اقول لنيافتك ايه وكده. قال لي لا بس روح اسال تاسوني وكلمه، واذا كان كده اتصل بيا ونتكلم. دي كانت البدايه يعني. فانا بقيت مش عارف اقعد ازاي ولا افكر في ايه ولا إيه وكده يعني، الدنيا كلها كانت كان الموضوع حيرة. صعب طبعا، لاني اول مرة انا تطلع كنت بره خدمت البلد. سنوات في الكنيسة والدنيا ماشي يعني. فما يعني كلمت سميرة برضو برجلت برضو، وقالت لي ده يعني والدي ووالدتي كبار واحنا يمكن بنبص عليهم نشقر عليهم وبتاع وكده، ويعني حاجة ما نعرفهاش عشان نعمل فيها ايه وكده. نروح نقعد مع سيدنا ونشوف يعني الوضع ايه. فاتصلت سيدنا واداني ميعاد ورحنا، وبرده يعني انا يعني هو يعني الاداء احسن وبتاع، وحتى اكلم سميره ولا يعني لا كده احسن، ويعني تروحوا تخدموا يعني في هولندا. انت شايف كده يا سيدنا اللي انت عايزه خلاص يعني، ما كانش في حل بقى غير ان احنا يعني لازم سفر. نوافق. وان طبعا يعني وخاصة يعني بنحس ان سيدنا بحنوه وبعينه يعني في ثقة طبعا بيننا وبينه، فعشان كده يعني احنا خلاص شايفه يا سيدنا اللي انت عايزه. فالمهم ابتدينا بقى في الترتيبات لهنا. اداني تليفون نيافة الأنبا أرساني أبونا أرسانيوس، وابتديت أتواصل مع أبونا عبر التليفون يعني إيه اللي مطلوب وكده الأوراق والحاجات ديت، وابتدي نمشي في الإجراءات يعني لحد ما وصلت هولندا. وصل يوم يوم هولندا. كان جاي معايا أب كاهن من مصر في الوقت ده. كان يوم إيه يا أبونا؟ فاكر؟ أنا وصلت في بداية صوم الست العذراء، كان يوم 8/6/8/2003 6/8/2003 6/8/2003 بعديه بيومين جه ابونا التاني اللي بيخدم معايا اللي كان مطلوب فرد وبيخدم هنا كان جاي من مصر. فجه
8/8/2003 على ما اعتقد كان اسمه ابونا يوقيم. ابونا يوقيم صح كده؟ وما رحنا لقينا يعني لما جيت يعني كتر خير سيدنا لاستقبالاته ومحبته، لقيته منتظرنا في المطار. يعني سيدنا بنفسه استقبلك في المطار او ابونا ارسانيوس البرموسي؟ يعني كان مهتم جدا بالخدمه وبروح الأبوة الجميل اللي استقبلنا بيها، ويعني كانت مقابلة جميلة جدا يعني لها أثرها لدلوقتي يعني في داخلنا. والمهم يعني دخلنا على نهضة الست العذراء، كنا بنخدم بقى بالتناوب. ما جه أبونا بعديها بيومين فياخد يوم يوم في النهضة يعني كده، ويعني كانت استقبالاته كانت حاجة جميلة جدا من سيدنا ومن الشعب اللي كان موجود في الوقت ده. وبعدين يعني شوية شوية سيدنا أسند لي خدمة مذبح القديس يوحنا المعمدان بإنيس خديه في هنا في هولندا، بالإضافة لخدمة كنت بصلي في أمستردام. كان سيدنا مقسم الأسبوع كله، كان أنا ليا يومين غير يوم الحد بصلي فيه، كنت أصلي الأربعاء والجمعة، وكنت بصلي في مذبح أبو سيفين اللي في أبو سيفين اللي في المركز الثقافي القديمة اللي بالأركت اللي كانت. فكنت طبعا سعيد ومبسوط جدا يعني، كنت بصلي اليومين دول بالاضافه للحد. شويه شويه كان هنا اول عيد لكنيسه ماري جرجس، سيدنا قال لي روح تصلي معاهم العيد بتاع الكنيسه يعني. ده كله في 2003، وجيت صليت معاهم العيد. وبعد كده سيدنا قال لي يعني من حين لاخر اجي اصلي كمان هنا قداس ليهم يعني مع انشخديه ومع امستردام. كان يوم سبت وكده. وابتدينا السنة دي كلها قضيناها في 2003-2004 في خدمة الكنيسة في أمستردام، ما بين خدمة أمستردام وإنشهديه، وكنت باجي هنا برضو أخدم هنا برضو القداس يعني كل أسبوع. وشوية شوية يعني قبل ما تخلص السنة، لا بعد دي بعد الأجازة، ما بعد الأجازة بقى كان سيدنا أو أبونا أرسانيوس قال لي أنت بقى هتبقى في إيه في أوتريخت، لأن هنا الكنيسة كانش فيها كاهن يعني، كانت مقفولة وكده، وتبتدي تباشر الخدمة هنا في كل مجالاتها الروحية والإدارية. يعني بعد ما قلت لك كنت بتيجي تصلي مرة يوم السبت، بقى اتسند ليك خدمة الكنيسة كلها هنا في أوتريخت. ونقلت السكن بتاعي من جينا من السكن جينا على على أوتريخت بقى على المكان بتاعي في مرسن يعني. من عرياوية دي المكان كده. وشوية شوية بقى كنت مستمر برضو في خدمة إنشخديه، لحد ما برضو سيدنا كلفنا بقداس نصلي برضو في أسن كنيسة قديسة أثناسيوس. فكنت أروح لهم مرة في الشهر، وأبونا يوسف يروح لهم مرة يعني برضو قبل تعديلات كنيسة أثن، قبل ما تتغير قبل ما تتغير الكنيسة القديمة. أبونا أعتقد في البداية ما كانش مبنى الكنيسة بالمنظر ده، يعني أول ما اتسجيت ما كانش المبنى تمام بالشكل ده. تمام. يعني هي الكنيسة كانت فعلا مرت بأطوار، وطبعا كانت بإرشادات سيدنا نيافة الأنبا أرساني وبحكمته. يعني الكنيسة كانت زمان كلها هي عبارة عن الهيكل والمعمودية. المعمودية دي كانت الهيكل يعني كان الواحد يتصور ازاي ان المذبح، وكان بيبقى فيه كم من الشمامسة بيبقوا واقفين ازاي ولا كده. صحيح. والكنيسة دي هي دي كل الكنيسة. وكان المكان اللي احنا فيه ده كان قاعة مرافقة للكنيسة. قاعة الطعام. واتذكر في زيارة قداسة البابا شنودة الأخيرة لهولندا، وبرضو دخوله الكنيسة هنا، يعني اتكلم عن النقطة ديت يعني، لما دخل ولقى نفسه داخل من مكان وقاعة ولف تاني ودخل، أول ما دخل عند الكنيسة وقعد في الركن اللي هو عند الهيكل وعند المعمودية كده،
كنا حاطين له المكان اللي هيقعد فيه. فقال انا جيت ازاي ودخلت ازاي والكنيسه دي يعني عامله كده ليه يعني، والحته دي في ايه، فيها هنا قاعه في شارع. قال ما ينفعش الكنيسه دي، ويبدو ان الاشاره دي او الفكره دي على طول كانت في دماغ نيفت امبرساني على طول كده، اول ما يعني ابتدى يمسك منصبه الجديد يعني، ابتدى على طول فكر ان ازاي الكنيسه يوسعها بالطريقه الجميله اللي احنا فيها دلوقتي ديت، بتتسع يعني اعداد كتيره والمسبح اصبح كبير وكده يعني. تريح الشعب والشمامسه، ريح ناس كتيره. اه طبعا، طبعا فرق كبير يعني، فرق كبير يعني. واحنا خدنا بركه يعني الوجود في الوقت ده هوت يعني، انما هو عمل ربنا وارشادات الاباء يعني. وكان البابا تودروس ما جه يعني برضو يدشن الكنيسه، كانت يعني حاجه فرحه جميله جدا جدا. كان 1 مايو 2015، ونهاريها يعني يعني دوني بركة قلت بركة القموسية أن أنا استاهلش حاجة. بس يعني كانت يعني دي برضو تاريخ يعني لا ينسى يعني. وتسيبونا آخر حاجة حابة أسألها، إيه الفرق بين الخدمة هنا والخدمة في مصر؟ خدمة في المهجر عامة والخدمة في مصر؟ ده اللي أقصده. يعني أنا ما أعرفش دلوقتي إن كان في فرق ولا لأ، ولكن طبعا هو في فرق. إن الواحد ما بيشوف يعني الناس طبعا في الكنائس بزحامها وبجديتها أكتر، إنما يعني الواحد كان بيفتكره كان زمان كانت الكنيسة بتربي مع المجتمع، مع الأب والأم والجد والخال والعم، كانت قواعد بتحكم حاجات كتيرة. إنما القواعد في المهجر كل واحد دايما أقولها الكلمة دي سيده دماغه، ما فيش يعني إيه الحاجة اللي بتيجي في دماغ الواحد يقتنع بيها يعملها كده، ما حدش بي. وإن كان إحنا بنشوف في كنيستنا يعني في إيجابية وفي برضو عوامل حلوة جدا مبشرة ومفرحة، إلا أن طبعا هنا يعني تحتاج مجهود أكتر. وإن كنت أقول مجهود أكتر أقول أنه هو مجهود أكتر في الصلاة أكيد، لأن أن عشان تقعدي تقنعي إنسان كبير صغير شاب يعني ممكن يعني تتوهي مع الأفكار الكتيرة اللي بيحتويها المجتمع والمكتسبة من المجتمع اللي احنا عايشين فيه من هنا، من تقابل مع ثقافات كتيرة جدا وأفكار كتيرة جدا. حابين نعرف ايه الحاجة اللي تفرح قدس أبونا بشوي وايه الحاجة اللي تزعل قدس أبونا بشوي؟ دي عامة ولا في الخدمة ولا ايه بالظبط؟ في اللي قلتك حابب تقوله. يعني في الخدمة يعني يفرحني جدا ان الناس تبقى في الكنيسة، وان كل الاسر خادمة في الكنيسة وانها بتحب ربنا، وان نتمسك بكلام ربنا على قدر استطاعتنا وما نلوعوش او ما نغيروش، لان احنا اصبحنا برضو بقينا بنوزن الروحيات بالماديات، دي مش مظبوطه. دي حاجه تزعل ابونا بشوي. حتى الكتاب يقول كده، وكده يقول قارنين الروحيات بالروحيات ولا صحيح. فيعني اللي يزعلني اللي هجروا الكنيسه، الناس اللي تمشي، لان دولت قطعوا عن نفسهم ماء الحياه. صحيح. الكنيسه هي سفينه النجاه، واحنا في العالم ده كله ما لناش مهمه غير ان احنا نجاهد عشان نوصل للسماء. اكيد دي كل القصه بتاعتنا، نرضي ربنا عشان نوصل لربنا ونرضيه. فدي كل حاجه. ابونا في النهايه بنشكر قدسك، كل سنه وقدسك طيب، تعبتكم ربنا يحافظ عليكم، وانا متشكر ليكم، وكل المجد وكل
الفضل ربنا في كل شيء، وإحنا بنقول يا رب ارشدنا وعلمنا، وبنشكر كل أباء اللي اتعلمت منهم حرف كلمة، يعني هي ديت اللي في داخل الواحد. وبشكركم على وقتكم وعلى تعبكم في كل مجالات الخدمة. شكرا أسبونا، معكم شرفت وباركت ومرسي خالص على المقابلة الجميلة. شكرا، كل سنة وقدسك طيب. أنتم طيبين وبصحة وسلامة. الله معكم.